النهارده هنطلع سوا رحلة على مدينة كينغستون. الناس اللي مهتمة أو بتخطط إن هي تسافر هناك أو حتى ما تعرفش إيه اللي ممكن تزوره لما تروح هناك، أكيد الفلوج ده هيساعدهم كتير. قسمت الرحلة بتاعتي لفيديوهين، الفيديو الأولاني هو فيديو النهاردة والفيديو التاني هينزل إن شاء الله الأسبوع ده. اللي هيشوف فيديو النهاردة ما ينساش يشوف الجزء التاني من الفيديو قريب الأسبوع ده. يلا نبتدي الرحلة، أدينا وصلنا ونبتدي الرحلة سوا. خليكم معانا وشوفوا الفيديو للآخر. دلوقتي بقى هاخدكم على كينغستون بن، وده مكان متميز جدا، انصح اي حد يروح كينغستون لازم يزوره. قيمة التيكت $40، واخدكم دلوقتي تتفرجوا على المبنى. وبصراحة وانا داخلة نبهوا عليا ان مفيش اي تصوير فيديو، بس اقدر اخد صور. عمر المبنى اكتر من 100 سنة، واتسجن فيه اخطر المساجين في تاريخ كندا. بنى السجن سنة 1833 على مساحة كبيرة 21 ايكر بموقع متميز عن مية، واتفتح لاستقبال المساجين سنة 1835. تصميم المبنى هايل جدا، طراز معماري فريد محاط بسور عالي، كاميرات مراقبة في كل حتة. لكن اتقفل السجن في سبتمبر 2013، ومن ساعتها تحول بعد كده لمزار سياحي. اتعرض المبنى ده لمحاولات تخريب من المسجونين كتيرة، واللي من أشهرها سنة 1971، واللي قدروا فيها المساجين ان هم يحجزوا 5 ضباط، وحصل أعمال شغب اتقتل أثناءها 2 من المساجين، واتدخل الجيش في الآخر عشان يسيطر على الوضع. من أشهر المساجين في السجن ده بول برناردو، ده قاتل محترف، وكمان وين بادن، وده قتل 4 ستات في مونتريال. خلينا نتفرج على السجن ونشوفه من جوه. المين دوم، ودي عبارة أو بتحتوي على كل العنابر بتاعة المسجونين أو وحدات الإقامة للمسجونين. أما دي ريسبشن أريا، منطقة انتظار الزوار، ودي بقى وحدات الزيارة الخاصة بالمساجين لما حد يجي لهم للزيارة، وبيكون الحوار بينهم من خلال التليفون. أما اللونج تيرم فاميلي فيزيت، دي خاصة بالزوجة والأهل لما يزوروا المسجون ويفضلوا وياه مدة بتوصل لنص يوم. دي بقى التشيلدرن أريا، في حالة اصطحاب أطفال مع الزائر اللي جاي يزور المسجون، وزي ما انتوا شايفين الترابيزات في نصها مايكروفون دائري لونه فضي، ايوه هو ده، عشان يسجل الحوار بين الزائر والمسجون. الاكسرسايز يارد او الريكريشنال روم، ودي اللي بيقضي فيها المسجون فترة الراحة من الشغل، ويقدروا كمان يعملوا رياضة، وكان على فكرة فيها زمان اجهزة رياضية بس لما زرناها كانت فاضية تماما. الوركشوب اريا، ودي المنطقة اللي المساجين بيشتغلوا فيها، وعادة كان الشغل يا اما في تصنيع المعادن او المكاتب. تعالوا بقى ندخل على وحدات او عنابر المساجين، وطبعا زي ما انتوا شايفين مساحة الوحدة صغيرة جدا، بيكون فيها بانك بيد يعني يقعد فيه 2 مساجين. متقسمة العنابر على دورين، الارضي والاول، ده غير وحدة المراقبة اللي بيتم مراقبة المساجين منها. زي ما احنا شايفين حاجات المساجين لسه موجودة، بازلز، هدوم، جزم، رسومات. اما دي بقى كتابة لقيتها على الحيطان، بس بصراحة مش عارفة هل المساجين هم اللي كاتبين ده ولا الضباط. دي بقى الزنزانة للناس اللي اقبلوا على الانتحار، وبيتحطوا تحت مراقبة ومتابعة من حد متخصص. السجريجيشن اريا او السجن الانفرادي، ودول اللي بيتسجن فيهم الهاي ريسك بريزنرز، الناس اللي عاملة يعني حاجة جامدة جدا، اي حاجة خطرين زي ما بيقولوا. ووحدات العنابر اكبر من الوحدة العادية، وبيقعد فيها المسجون لمدة 23 ساعة، مسموح له بس يطلع ساعة واحدة من العنبر بتاعه. اللايبراري، وده المكان للناس اللي بتحب ان هي تقرا او تكمل دراستها اثناء فتره الحبس. المكان ده بقى مكان غريب جدا، اسمه المينتال هيلث تريتمنت. لما دخلت ولقيت على الحيطان رسومات، ولما سالت مين اللي رسم الرسومات دي قالوا لي المسجونين نفسهم،
كتير من المسجونين حاولوا انهم يهربوا، لكن في سنة 99 في حد اسمه تايكون شورت قدر ان هو يهرب من السجن، انه عمل سلم خشب ودهن جسمه بغلفل عشان الكلاب ما تقدرش تشمه. لكن الشرطة الكندية عرفت مكانه بعد اسبوعين في تورونتو وحاوطوا المكان اللي هو كان مستخبي فيه، لكن انتحر قبل ما البوليس يمسكه. المسجونين من حقهم يدرسوا وكمان يشتغلوا، ونظام الحياة بيبتدي من 6 الصبح على أساس أنهم يخلصوا الفطار ويبتدوا الشغل من 7 لغاية 11، وبعد كده بياخدوا راحة ويرجعوا تاني الشغل من 1 الظهر ل 4. الغريب أن دخل المسجون في الساعة 6 دولار، بس ما بتتحولوش على أنها فلوس، بتتكتب على أنها رقم يقدر في آخر الشهر أنه باستخدام الرقم ده يروح الكافيتيريا يشتري أي وجبة هو عايزها. في كتير أفلام اتصورت هناك زي ستار تريك، تايتانز، ميردوك ميستريز، The Mayor of Kingston لجيرمي رينر.